صدق وزير الداخلية محمود توفيق على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي الحالي والأعوام السابقة بنسبة 60%. تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعهدين الفنيين الصحيين الشرطيين بالقاهرة والإسكندرية للعام الدراسي 2023-2024 من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علم علوم والأزهرية علمي ذكور وإناث للعام الدراسي الحالي أو الأعوام السابقة بحد أدنى 60% وأن لا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65% وفقاً لضوابط وشروط محددة موضحها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. يتم سحب كراسات الالتحاق اعتباراً من 7 من الشهر الجاري حتى 7 من الشهر القادم من مستشفيات الشرطة بمدينة نصر، طنطا، الإسكندرية، أسيوط. وتعد هذه هي الدفعة الثانية التي يتم الإعلان عن قبولها بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، والتي تكون مدة الدراسة بها عامان دراسيان تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسي لمدة 3 أشهر لكل عام بنظام الإقامة وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي، وتهدف فترة الإعداد الأساسي إلى الارتقاء بالقدرات البدنية والرياضية للطلبة وفقا لبرامج تدريبية متطورة. مناهج الدراسة بالمعاهد هي ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي، وتتم في قاعات دراسية متطورة ومجهزة بهدف إعداد كوادر صحية فنية متخصصة قادرة على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة من خلال مستشفيات الشرطة. تصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافأة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة. يمنح الخريج دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويحصل على درجة معاون أمن ثالث، كما يحصل على كافة الامتيازات والخدمات التي تقدم لأفراد هيئة الشرطة. خريج المعاهد الفنية الصحية الشرطية يمثلون إضافة حقيقية للمنظومة الصحية الشرطية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر مستشفيات الشرطة، حيث يحصل الخريجون على فرصة للعمل بهذه المستشفيات مسلحين بعلوم تدريبية وتعليمية متطورة تم إكسابها لهم داخل هذه المعاهد.